السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيديو جديد في قناة محمود. النهاردة هنصور فيديو عن التمساح، بس قبل ما نبتدي في الفيديو ما تنساش تصلي على حبيبك النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبتدي في الفيديو. التمساح او بالانجليزي الكروكودايل هو من اضخم الزواحف الحية، ينتمي الى فصيلة التمساحيات. جسمه طويل ورجله قصيرة وذيله طويل جدا وقوي يخليه يعرف يعوم، واسنانه حادة جدا. يوجد 12 نوع من التماسيح، ومن اكثر الحاجات الغريبة عن التمساح انه ما بيقدرش يطلع لسانه بره. التماسيح بتقدر انها تعيش 7 اشهر من غير اكل، وبس في الحالات القصوى بتقدر انها تعيش لمدة 3 سنين من غير اكل. تعيش التماسيح في المياه واليابس، لكن التماسيح مش برمائية لانه بيضطر انه يطلع يتنفس هواء من بره، لكنه اكثر انسيابية في المياه. المصريين القدماء او الفراعنة قدسوا التماسيح، عملوها آلهة لانها قوية جدا وخطيرة. التماسيح بتبيض وتنتمي للزواحف.